وفضيلة الشيخ وفقكم الله، حب الزوجة الكتابية وحب سلامتها من المرض والضرر، كيف يجتمع مع بغضها لكفرها؟ هذا ما هي محبة دينية، هذه محبة زوجية طبيعية ليست من الدين، وإنما هي من أجل الزوجية فقط، مثل ما يحب الأكل والشرب، مثل ما يحب الأكل والشرب والحوائج التي يحتاجها، هذه محبة طبيعية. أما إذا أحبها لدينها فهذا من الموالاة لغير الله عز وجل. نعم.